استقبل سمو العميد ركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي بقاعدة عيسى الجوية مساء اليوم بحضور سمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة عددا من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية إعادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاستقبال رحب سمو قائد الحرس الملكي برجال مجموعة قوة الواجب الخاصة بقوة دفاع البحرين، كما أعرب سموه عن شكره وتقديره لهم على ما يبذلونه دائما من تفان وجهد مخلص في أداء الواجب الوطني المقدس ضمن صفوف قوات التحالف العربي الداعم للشرعية في جمهورية اليمن الشقيقة بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية. كما أشاد سموه بتضحياتهم النبيلة المرتكزة على الشجاعة والإقدام على تأدية الواجب الوطني لنصرة الحق ومشاركة أشقائهم لإعادة الشرعية إلى جمهورية اليمن الشقيق. حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين وعدد من أهالي المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع البحرين.